شوف اليوم كيف حالكم؟ اليوم انا السلام عليكم بيجي هالسؤال. اليوم حسألكم سؤال نزل حد. يلا احنا يلا شباب ركزوا، لما تخيل ركزوا رجعوا السؤال. السؤال الاول، كم سعر صندوق نكسس 4؟ السؤال انت ركز. السؤال الاول، كم سعر نكسس صندوق نكسس 4؟ سعره بيطلع 90، السعر بيطلع 90 دينار. Good job, let's go. Yeah, good job, let's go. Let's go. يلا السؤال الثاني، يلا بعده، كم صندوق تليفون LG تون يقول لك؟ إجابة شباب، صندوق LG تون عندكم، إذا ما تعرفوا جاوبوني خلاص يا شباب. شباب دوس لايك اشتركوا إذا بس إجابة. كم صندوق تليفون LG تون؟ الإجابة هي إيزي. الإجابة هي كم صندوق تليفون LG تون؟ شباب دوس لايك اشتركوا شباب بسرعة، دوسوا لايك واشتركوا شباب بسرعة، دوسوا لايك واشتركوا إذا لقيتوا، إذا خدت على صندوق LG تون. دوسوا في كومنت اللي بعد، إذا أخذت لينوفو 40 صندوق وأجي 30 صندوق، إيش راح تعمل؟ إيش راح تسوي فيهم؟ جابوني في كومنت يعني أصلا. هذا صراحة هذا المفروض هذا الذكر حيجاوبنا. ايزي سهل، ايزي سهل، انا راح اعمله على فون كولكشن. الجواب هو اني راح اسوي فون كولكشن وراح احمله على يوتيوب. يس الاجابة هي فون كولكشن. حميت برافو عليك، برافو عليك. هسه ما تعرف هذا السؤال جدكم افعل. والسلام عليكم. نعم اسمعوا، هسه بغض النظر على فون كولكشن، اذا بقول لك الناس بيقول لك شادي يعني بيقول لك سؤال فون كولكشن عن مورك بوك تيك اللي هو محمل على يوتيوب، شو رايكم فيه يعني؟ هو موجود في امريكا، ما بعرف عنه اصلا، ف بيحمل على يوتيوب يعني بكل عوام يعني، وانا حملت على كل عوام صار عندي 10 فيديوهات يعني، فيبقى علي اشتري اجيب لي كمان فون كولكشن عتيقه بعدين احمله على يوتيوب، وكمان بعدين احمله على يوتيوب، بعدين في كمان في صندوق، في كمان لازم اشتريه خلاص. لسه ضايع علي، روح علي يعني اجيب، اروح على الصين اجيب لي كمان اجهزه عتيقه، بس او لا او يعني اجهزه عتيقه يجيب لي اجهزه عتيقه ان شاء الله. المهم نشكر كلكم يعني، ما كنت بغض النظر عنكم يعني، انا مش عارف شو احكي يعني، لو كنت مكانك، لو كنت في قاعد بوكس سؤال، لو كنت في مكانك ايش راح تعمل؟ راح تضرب انت اصلا، بس يعني اوكي طيب، هسه اذا قالك يعني ليش انت معصب يعني؟ اذا قالك يعني انت متضايق، متضايق انت انسان متضايق، بس انت روح هون حل عني، بس اذا قالك حل عني انت عايف حالك، بس عشان انت راح تروح هون بعدين راح تعطيهم هيك تعطيهم فلان 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 موضوع فلان 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 موضوع بضايق يعني. فاولا روح كل يوم على جيبوا اجهزه عتيقه، اذا ما جبتوا خلص رحت فرصتكم يعني، انت عملكم على فون كولكشن وفرصه خير. فشباب من مليون لايك اشتركوا، 1000 من المشتركين اشتركوني يعني، فشباب ضلكوا اشتركوا يعني، حتى شباب سبسكرايب فور مور يعني، يعني ابقوا متابعين على كمان يعني، stay tuned for more subscribe for more يعني، شباب اشتركوا حطوا لايك دوسوا لايك اشتركوا حتى نحمل فيديوهات يعني ان شاء الله كثير. فماذا يعني؟ يعني about situation يعني، اذا قالك يعني شادي انت معصب دائما، ف شادي حمار، شادي كلب بدي اجيب له عو يعوي علينا. عيني معلش. طيب انا عارف اصلا يعني، انا اصلا انا عارف اصلا يعني لازم، انا اصلا يعني عارف،
وبعدين اصلا انا عارف اصلا يعني شو عم بيصير زين جوجو. انا عارف اصلا شو عامل اصلا يعني عصني يعني عصن. انا عارف اصلا هي شو عامل انتوا اصلا. جيبوا هذا اعطيها. اوكي اذا قالك قاعد بفرغ ماذا شو يعني انت اصلا اوكي. وبعدين يقول لك يعني يقول لك سؤال اول يقول لك هون هذه اذا قالك في يعني فون كولكشن على بغض النظر عن فون كولكشن نيو ابديت في الفيديو حملوا لي عليه واذا عندكم واحد اشتروه يعني فشوفوا اوكي فعلتكم روحوا موقع جنريسن شوفوا كل موقع شروحات موضوعات فشوفوا اي شيء عادي يعني فشوفوا كلهم فشباب نراكم على خير. انا اسمي اسعد راعي البقر. انا اسمي اسعد مهندس نبي. اي جايز هيت اللايك بتن سبسكرايب بيكوز ان كومنت شو بتكونوا تعملوا يعني روحوا على فون كولكشن. اوكي طيب هسه بعد مثلا بعد 15 سنه كان في ناس كان مايك راح العراق بعدين جاب جزء عتيقة بعدين حيسرق سارق مايك مسيء كثير ما بدي اشوف وجهه. يلا شباب اشوفكم على خير ودوسوا لايك واشتركوا عشان المزيد. يلا مع السلامة الى اللقاء. سلام يلا مالا سلام.